من جديد بجدد التحيه بالزميل العزيز محمد سعيد. مليون مبروك يا محمد، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، رجل المواعيد الكبرى ورجل المباريات الكبرى. ايهاب امين نجم المباراه وواحد من نجوم واساطير النادي الاهلي. كابتن ايهاب، دموعك غاليه علينا، والله دموعك غاليه علينا، عايز تقول النهارده؟ لان الفرحه والدم والدموع اللي في عينك بتغني عن اي كلام النهارده يا كابتن ايهاب. الحمد لله على المكسب. اول السيزون كلنا بنحلم باليوم اللي هنكسب في الدوري، ده هدفنا الوحيد. كنا مضغوطين قوي 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 كلنا، الماتش اللي فات اثرنا جامد، كنا مركزين الماتش ده ما يضيعش مننا. الحمد لله الحمد لله الدوري اهلاوي. انت قريب من الجمهور والجمهور بيحبك وبيثق فيك، ودموعك دي مش من فراغ، عايز تقول ايه النهارده وانت شايف الفرحه والدرع بيعود بعد غياب 6 سنين للمره الثانيه للجزيره؟ طبعا بشكر جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي كانت ورانا في الفتره الاخيره. يمكن جمهور اي نادي تاني ممكن بعد اللي احنا عملناه الماتش اللي فات ينتقدنا، لكن هم كانوا في ظهرنا ووقفوا ورانا، والحمد لله اللي احنا فرحناهم النهارده وكملنا الموسم التاريخي. كلمه للكابتن محمود الخطيب اللي وثق فيك وعامل، وادي الكابتن احمد الجرحي. يا كابتن احمد، فرحه كبيره زي ما حضراتكم شايفين. الكابتن احمد الجرحي واحد من المدربين اللي عارف يعني ايه شغف وطموحات جماهير النادي الاهلي. قلت كلمه كبيره قوي، احنا ياما زعلنا جمهور النادي الاهلي، لكن النهارده جه اليوم ان احنا نفرحهم. الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. النهارده الجمهور مبسوط، احنا كنا من اول الموسم دي البطوله اللي احنا بنلعب عليها. الحمد لله كان علينا ضغط جامد، وكنا لاخر ثانيه حاسين ان ممكن تعبنا كله يروح، لكن اتعهدنا النهارده ان احنا هنرجع بالدرع، والحمد لله رجعنا بيه. نشكر نادي الاتحاد وفرقته، انك تكسب نادي الاتحاد على راسه الحاج محمد مصلحي مدير الفني كابتن مرعي اسماعيل بيلعب في الملعب، يبقى يعني ده انجاز كبير ان انت تكسبه في كل الماتشات اللي اتحدد البطوله. ايهاب امين، عايز تقول له ايه النهارده؟ لا بوبو يعني نجم فوق العاده النهارده، وهو عودني ان هو رجل المواقف الصعبه، والحمد لله رب العالمين كل يوم بيثبت ان هو من انجح صفقات النادي الاهلي يمكن على تاريخه، ويعني ببارك له مباركه شخصيه، والحمد لله لسه احنا دي بدايه ان شاء الله، لسه افريقيا ولسه ان شاء الله الدوري كذا سنه. النادي الاهلي تاريخه لازم يليق باسم النادي الاهلي. هكمل معاك يا كابتن احمد، عايز اخد كلمه اخيره من الكابتن ايهاب لست الكل اللي دايما وراك في كل الملاعب، وانا عارف ما سابتكش في اي بطوله، تقول لها ايه النهارده؟ طبعا ست الكل يعني. ايوه بابا، حضراتكم شايفين فرح الجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. كابتن احمد الجرحي، كابتن احمد، كلام كتير لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. تعتقد النهارده بتاخد بطوله من نادي الاتحاد، 5 بطولات موسم كامل النهارده، عايز تقول للكابتن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي؟ لا، عايز اشكرهم جدا طبعا ان هم ما بخلوش عننا باي حاجه، عايز اشكرهم ان هم اي حاجه الفرقه توفرت. عايز اشكر وزاره النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر اللي متواجد النهارده رغم ان كابتن خالد العوضي ده النادي الاهلي. وجود كابتن رؤوف في الملعب النهارده بيقول لك النادي الاهلي يعني ايه. كابتن خالد العوضي هو مدير النشاط، كابتن رؤوف جاي لانه ليه جزء كبير من بنى الفرقه دي. معانا كابتن اشرف توفيق، كابتن سيد مصطفى، كل الناس اللي اشتغلت على مدار ال3 سنين بنحييهم النهارده. ده مجهود كل الناس، ده مجهود كل الناس اللي اشتغلت 3 سنين في بنى الفرقه اللي احنا اتكلمنا من اول يوم ان صعب ان انت توصل لاحتكار البطولات غير لما تمشي مشوار. الحمد لله المشوار ده ما كانش طويل، الحمد لله فزنا بكل البطولات، ويعني وشكوا حلو علينا. واهم حاجه النهارده ان جمهور النادي الاهلي ينام هو سعيد، الحمد لله رب العالمين. كلمه اخيره للجمهور، جمهور النادي الاهلي. لا، جمهور النادي الاهلي ده يعني اغلى حاجه في الدنيا، جمهور النادي الاهلي اعظم جمهور، جمهور النادي الاهلي يعني يطلب بس ولعيبه النادي الاهلي تموت نفسها.